شهيد عبد الله العزيز بطل. هناك نظرة في المجتمع مع هذه الشخصية، كيف استطاع أن يهرب من السجن فوق الجاف؟ بطل. استطاع أن يخرج ويهرب من السجن فوق الجاف، وهذا السجن اللي محاصر، شلون قدر يهرب من السجن فوق الجاف؟ في يونيو عام 2016 مع 16 من الاخوان مع الاخرين استطاع ان يهرب، وفيهم من استطاع ان يهرب من البحرين كذلك. زميله وصديقه سيد علوي يقول هذا الرجل الشهيد المجاهد البطل، سماه المجاهد البطل. من بعد الهروب الشهيد كان بدون مأوى، كان يحاول ان يتواجد ان يتوارى من الانظار لم يستطع، لكن ماذا حدث في فبراير في 20 فبراير؟ هل قتل؟ هل اعدم خارج السجن وكان محكوم 32 سنه؟ ابدا. هل قتل عبد الله شهيد؟ يعني هل لأنه استطاع أن يهرب من السجن مكافأة له قتلوه؟ ماذا حدث؟ اللي يسقط من فوق ما سقط في كرسي السباحة عشان يسقط الرويسي على قولتنا، اللي يسقط يسقط على الجنب، يسقط على الأيادين، فشلون الجمجمة سقطت والجمجمة ضربت في الأرض وانكسرت لكن الأيادين ما فيهم شيء، لا رجول ولا كسور ولا رجول ولا أي شيء، من وين؟ نحتاج إلى تحقيق. شهدائنا من جبل يناير إعدام تصفية، ثلاثة إعدام، ثلاثة تصفية، وصابعهم يعني هل هناك فعل لمن يريدون أن يصفون بإعدام خارجي؟ في الدول الأجنبية، في الدول الأوروبية، هذا الحدث بالذات هذا الحدث لا تدرك، لانه هو فعلا هرب من السجن ومن ثم توفى واستشهد. زين كيف؟ هذه الاليه لازم يكون هناك في تحقيق، ونحن كذلك نطالب هذا التحقيق، وسوف نطالب هذا التحقيق عاجلا ام عاجلا، ليس فقط في حق عبد الله العجوز، في حق جميع الشهداء. كيف استشهد؟ ما هي دوافع من خلف ذلك لاستشهاده؟ هنيئا لأهل المنطقة اللي يكون لبطل، هنيئا إلى نويدرات اللي يكون لبطل مثل عبد الله شهيد. ولا تنسون ترى نويدرات في 11 فبراير أول من خرج مسيرة 11 فبراير كانت في منطقة نويدرات مع سماحة أستاذ أبو وهاب حسين، الله يفرج عنه، خروجا من بيته إلى الدوار قبل تواجدنا في دوار اللولو. فهني اللي هذه المنطقة يكون لديها هذا النوع من الرجال. وعبد الله العجوز ليس أولهم وآخرهم، وهناك كثيرين، وكل أبناء المنطقة أبطال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيت الطيبين. الله.